بلال برضو في دقيقتين، عشان انا عندي لقاء برضو مهم جاي لنا من الامارات، برضو قول لنا رايك في ما يحدث الان ان النادي الاهلي غالبا خلاص، يعني خليني اقول لك 8 لاعبين او 7 5 و2 7 7 لاعبين او 8 لاعبين مش هيكونوا متواجدين في الفريق الاساسي. اه طبعا الامر صعب جدا على النادي الاهلي. الوعد كان غير حقيقي وغير مسؤول من شخص اعتقد كان يحمل مسؤوليه او يحمل مسؤوليه كره القدم في مصر. انت بتتكلم على رئيس الاتحاد، رئيس الاتحاد لما المفترض في الوقت الحالي انه يحاسب، ده من وجهه نظري الشخصيه. لما تطلع كرئيس اتحاد راجل مسؤول تقول ان النادي الاهلي هيلعب بكامل نجومه وما تديش المبرر المنتخب او المنتخب، لا الاهلي، الاهلي هيلعب بكامل نجومه ما هو الاهلي المنتخب اكيد هيلعب بكامل نجومه، لكن بتكلم على الاهلي بقى لما يطلع يصرح تصريح من راجل هو مش صحفي او لعيب كره زي حالاتنا او متفرج او حد في الشارع بي 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 بيدي تصريح كده لمجرد تهدئه الاوضاع. صحيح. المفترض يتحاسب على الكلام ده. لو قول زي ما قال بيقول كابتن عادل، لو هو كان شاكك ان المنتخب ممكن يخرج فعشان كده الاهلي ممكن يلعب بكامل نجومه فيتحاسب مرتين. على دي فيها عدم وطنيه على فكره، يعني ان انا اشك في منتخب بلدي وفي قدراته وامكانياته المنتخب اللي انت رئيس اتحاده. ده موضوع كبير على فكره. سيبنا من كلامه بقى دلوقتي، هل الموقف صعب بالنسبه للنادي الاهلي دلوقتي؟ اكيد صعب. بص صعب. اكيد صعب طبعا، ده وضع طبيعي. انت الكلام ده ممكن يتماشى الكلام ده في الدوري العام في الكاس مصر، لكن انت النهارده لما تروح تلعب مع فرق عالمي، انت بتلعب بطل اسيا، بتلعب بطل اوروبا، بتلعب بطل امريكا اللاتينيه، امريكا الشماليه، الكونكاف، الكلام ده انت بتلعب فرق بكامل نجومها رايح عشان تعمل حاجه. صحيح. انت الموسم اللي فات انت خدت تالت عالم عشان كان معاك كامل نجومك في وسط كل الادغال دي وفي وسط كل المراهنات اللي كانت ضدك الموسم الماضي. ومع ذلك يعني تحديت كل ده وقدرت ان انت تحصل على لقب تالت عالم. السنه دي الامر صعب، انت في احتياج لكل لعيب. انت عندك انت بتفقد 7 لعيبه، لعيبه منتخبات، مش لعيب مش لعيبه نادي فقط، 7 لعيبه منتخبات، يعني لعيبه اعمده اساسيه بالنسبه لك. كل فرقه في العالم يعني المدرب او اللعيب او الجمهور بيصنف اللعيبه بتاعته لعيب اساسي ولعيب مش هقول احتياطي، بس لعيب اول ولعيب تاني بديل بيلعب. بالظبط كده. فانت النهارده لما تفقد 7 لعيبه اساسيين ده قوام فريق بالكامل. صحيح. فكون ان كابتن خطيب يعني والنادي الاهلي ومجلس ادارته يوافق انه يخرج، ده الموضوع يعني تعدى بقى الفنيات. صحيح. وراح في حته تانية خالص، الا وهي حته الوطنيه. صحيح. وان انت بتلعب باسم مصر وانت ما ينفعش تنسحب عشان لصالح الكره المصريه في بعد.